اللهم لك أنت وحدك يا إلهي نسجد، ولذاتك العليا ندين ونشهد. الكون سبح في جلال ذاكرا، والطير باسم الله راح يغرد. الزرع والحجر الأصم نواطق، سبحانك اللهم أنت الواحد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد. بك نستعين فأنت عون من ارتجى، نحن العباد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، بدعوة كريمة من الحاج فتحي شعبان غطاس ومن اولاده الاستاذ حمادة شعبان والاستاذ شعبان فتحي شعبان، جئنا الى هنا لكي نحيا سويا هذه الذكرى العطرة، ذكرى ميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. كل الفؤاد وقد تمادى غمه، ما لي اراك مسهدا مهموما، أو ما علمت بأن ربك قائل صلوا عليه وسلموا تسليما. فبها يفرج كل كرب فادح، وتكون زخرا في المعاد عظيما. يا أيها الراجون منه شفاعة، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحاج فتحي شعبان وأولاده، أرحب بحضراتكم جميعا وبكل الضيوف الذين شرفونا من عائلة غطاس على مستوى الجمهورية، وندعو الله العلي الكريم أن نلتقي دائما وأبدا على حب رسولنا صلى الله عليه وسلم. ويحضر معنا هذه الاحتفالية المباركة فضيلة الشيخ موسى صقر والمهندس احمد شوارة، ومعنا الهندسة الاذاعية المتميزة لصاحبها المهندس وحيد الخولي، ومعنا المهندس ناصر صلاح لتصوير الحفلات الدينية. وسعدنا بقارئنا الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير، والذي استمتعنا بتلاوته في بداية هذه الاحتفالية المباركة. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ماذا أسطر في غرامك سيدي غير الصلاة مع السلام الصرمدي؟ قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لا أقتدي. الشوق حركني بغير ترددي، والشعر أبحر في غرام محمدي. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي، فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وإلى هنا أوصى فهيا رددوا، يا رب صل على الحبيب محمد. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. هيا بنا ننادي القلوب بهذه الابتهالات والمدائح النبوية مع كروان المبتهلين بالإذاعة المصرية، فضيلة المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
تسليما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن رواتنا واحفظ مصرنا يحلو الحديث بذكر طه الهادي فهو الشفيع فهو الشفيع لوقفة الميعاد فحديث طه شيق بين الورى حلو السماء لرائح أوان قد أشرقت قد أشرقت من البقاع وقد زال وجه الزمان بنور طه الهادي. صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وانا من هنا عم الحاج وانا من لما ده صلى الله صلى الله. انت حلو في كل حاجه، في قراءه القران حلو، في الابتهال حلو، ما انت ما خليتش حاجه لحد خالص. الله يفتح عليك. في محافظه جمهوريه مصر العربيه جايه مخصوص عند الحاج فتحي عشان تسمع الحاج ابو سريه. الله يفتح عليك ويزيدك ويمتعنا. يحل الحديث يحل الحديث بذكر طه الهادي فهو الشفيع فحديث طه سيدنا النبي فحديث طه شيق بين الورى حلو السماء لرائح الأوادي قد أشرقت قد شرقت منه البقاع وقد زاد وجه السماء بنور طه الهادي. سيدي يا رسول الله
سيدي يا رسول الله من بعد ما عظم البلاء وزادت الأسقام فالحمل نور كله وسلام. لم تلق ما لم تلق ما تلقى النساء فالحمد نور فالحمد سيدنا النبي نور فالحمد نور كله وسلام. لم تلق ما تلقى النساء بحملها فالحمل نور كل ما وسلام. سيدي يا رسول الله ورأت خروج النور حالة وضعه فأضاء مصر الشام هذا احتفال واختفاء من هنا وهناك قد حفلت به الأيام ورأت خروج النور حالة وضعه فأضاء بصرى الشام هذا احتفال واختفاء من هنا وهناك قد حفلت به الأيام. صلى عليك الله صلى عليك الله يا علم الهدى ما دارت الأفلاك والأجراح. سيدي يا رسول الله يا من يا من يا
تكون آمنا لما حملت به سن النبي تكون آمنا لما حملت به قد كان من داخل الأحشاء يناديني ولا مررت ولا مررت على سهل ولا 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 حملك قمرا وضعه فرحا حملك قمرا وضعه فرحا فاستبشري فاستبشري بقدوم الطاهر تكون آمنا لما حملت به قد كان من داخل الأحشاء ولا مررت على سهل ولا مررت على سهل ولا جبل إلا وكان سلاما منه يأتيني ولا مررت على سهل ولا 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 جبل إلا وكان سلاما منه يأتي تقول يا من توالى
وضعه فرح حمل في فرح وضعه حملك قمر وضعه فرح حملك وضعه حملك وضعه حملك قمر وضعه فرح فاستبشري فاستبشري بقدوم سيدي يا رسول الله يا مكة يا مكة وحضر إسماعيل فيك لما 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 أراد ربنا ينور أراضيك أسفل عليك رضا ولد النبي فيك مقام الخليل
يا آل بيت النبي في حب زينب يروق لنا الكلام في حب زينب يراق لنا الكلام في حب زينب يراق لنا الكلام في حب زينب يروق لنا الكلام وفي يخلو لنا القيام هي بنت من هي أخت من هي بنت من هي أخت من هي بنت فاطمة الزهراء سيدي يا رسول الله يا من يا من في المدينة المنورة يسترك الله أخجل البدور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا أمنا بشراكي
سبحان من أعطاك بحملك بمحمد رب السماء ذلاك بالمصطفى سعدك وذاك لما حملت في رجب وما ترى منه التعب هذا نبي زاكي شعبان شهر ثاني والنور من غبادي هو صاحب القرآن وربنا أعطاك رمضان جاك بالهنا يا آمنة نلت المنى رمضان جاك بالهنا يا آمنة نلت المنى نزل عليك أمرنا ووحينا أنباك شوال شهر رابع والنور منه ساطع ولد الحبيب راكع ساجد إلى مولاك ذو القعدة جاءك بالوفا وشرفك بالمصطفى وربنا عنك عفا هذا نبي زاكي ذو القدة سادس شارك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الوفاك محرم جاءك من نبا مبشرا بأحمد وما ترى من وعدا هذا نبي زاكي وفي صفر شاع الخبر عن النبي المنتظر 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 من أجله انشق القمر وربنا أعطاك وفي رابع الأول ولد النبي مكمل وفي رابع الأول ولد النبي مكمل يا آمنة تجملي نورا بأجساك ولد النبي مختونا مكحلا مدهونا بحابق مقرونا وحسنه وفاك هذا نبي الأمة قد جاء بالرحمة فتح أمامنا الجنة برغم من غداك سيدنا النبي صلى صل ربي وسلم وبارك عليه نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا أنا يا حبيبي ما أتيتك مادحا يكفيك مدح الله والتمجيد فصفات حسنك في الكتاب عظيمة ليس لها حد ولا تحديد كن يا حبيبي لي شفيعا بعدما تفنى الحياة وينتهي التشيد صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله استمعنا واستمتعنا بهذه الابتهالات والمدائح النبوية للمبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع وكانت مواصلة لهذه الليلة القرآنية المحمدية والتي ننقلها من هنا
هنا من رحاب مسجد الصابرين ومنزل الحاج فتحي شعبان غطاس. ندعو الله العلي الكريم أن يبارك فيه وفي أولاده، وكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تظهر أثر نعمته على عبده. فها هو اليوم يكرمنا في هذه الليلة المباركة بميلاد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.